المشكله ان قالوا لنا هاي المحلات الشارع ما بتجاري، ما ادري ليش بتجاري، ما ادري انا القانون ما ادري وين يابو، رغم ان النادي كان قبل فيه محلات ناجرها، وبعدين المحلات مقابله تكم وايد، ومن بدايه الشارع لنهايه الشارع كلها دكاكين ومحلات. نبي حل لها، هاي توضع لها حل يعني في اسرع وقت. احنا محتاجين اليوم ان حق البيزات، حق الفلس الواحد احنا محتاجين له، لكن اليوم احنا عندنا هالاعداد هاي الكبيره ذي، بعد للحين الاشبال والبراعم المدرسه للحين ما نزلناهم، هاي ناشئين وشباب. انزين انا وين اوديهم ذلين اذا تيني رساله وتقول لي شهر 12 اطلع برا على الارض، وين اروح؟ اوديهم بيتنا؟ يعني بعد انتم ما ترضون ان انا اتنقل من منطقه لمنطقه، انا ما بلاجه، انا ود قلالي، وهاي الملعب بدأوا فيه خلنا نقول ابهاتنا، ما بنقول اجدادنا، ولعبوا فيه منتخبات، حتى منتخبات البحرين يوم كان يطق مطر قبل ولا في ملاعب طبيعي وصناعي، ايام الامطار يستخدمون ملعبنا، وفي صور تثبت ذلك. اليوم بخط رساله واحده تقول لي اطلع برا، انا وين اروح؟ عطني البديل، سوي لي البديل، حط لي الاراضي، جهز لي النادي، مبنى، ملاعب، وقول لي تفضل. لكن كذي اطلع وين اودي ذي الاعداد الكبيره؟ انا رضيت ومشيت يعني جزاهم الله خير عقب ما سووا المبنى، لكن انا كم من سنه جالس في الصنادق ذي، كم من سنه؟ الله يعلم اللي تبرع لنا بذي الصندقه، اللي تبرع لنا ببناء الحمامات، واللي تبرع لنا بالمصلى مال المسجد، جزاهم الله خير. اليوم تطلعوني قولوا لي بس عطوني الحل وين اروح. انا اتنقل من ملعب لملعب لا يمكن، لان انا ما بلاجئ، انا ولد الديره. احنا الكهرباء كل شهر تجيني 700 600 دينار، من وين ادفعها 700 600 اذا المخصص اللي تعطوني اياه حد بيده؟ نبي نجهزهم لبسات، نبي نجهزهم جواتي، نبي نجهزهم اشياء كثيره، مدربين اداريين يتابعونهم، اصابات، علاجهم، هاي كلها تحتاج بيزات. مشاكل وايد نعاني منها، مثل ملعب، مثل تجهيزات، المادة هي اللي قاصرة ويانا. نبي دعم، نبي حل يعني لنا، ومن سنين نعاني يعني. نبي الناشد الشيخ ناصر، الشيخ خالد، انه يدخلون في موضوع نادي قلالة في اسرع وقت. نعاني من احنا صغار، ليه ما كبرنا؟ وعودات من احنا صغار، بيصير وبيصير وبيصير، ما شفنا شيء. احنا كبرنا، هذه حالنا نفس الشيء، ما تغير شيء.